فيكم مشاهدينا واطفالنا من جديد، معكم زميلتكم ملاك طريره، ولكم مني اجمل تحياتي. ومعي هلا اكيد زميلتي وصديقتي من العزاوي اللي بتحب دائما ترحب فيكم على طريقتها الخاصه، يمكن يكون لها طريقه جديده بعد العيد ما بتعرفوا. حبيبتي مدلوكه، طبعا امسي عليك وعلى كل جمهورنا العزيز اللي يتابعنا، خصوصا اصدقائنا الصغار الحلوين، واقول لكم مرحبا بكم. نرحب بكم بحلقه جديده من حلقات برنامجنا بيت الالوان اللي دائما يقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد ومسلي. قبل كل شيء اكيد قبل ما نذكرهم اكيد نحكي لهم كل عام وانتم بألف خير. ألف خير. طبعا هو خلص العيد واحنا طلينا عليهم بالعيد عليهم. اكيد طبعا طلينا عليهم بثلاث ايام كان عندنا ظهيرة العيد، فاحنا ايضا راح نتحدث عن هذا الموضوع. بس انا لازم بالبداية قبل ما احكي عن اي شيء وقبل ما ادخل باي موضوع، مواقع السوشيال ميديا اذكرهم ايضا بالضبط مواقع التواصل الاجتماعي وايضا بالارقام الظاهرة وين اسفل الشاشة حتى يتواصلون ويانا ويحجون ويانا، بالاضافة لمواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف ملاك بعدها حظتهم ورا هاي العطلة بعد العطلة الطويلة. الانستغرام هي m_r_m_family او بيت الالوان. هذا البرنامج وش يحطوا لنا؟ ويحطوا لنا فولو عافيه، ويكتبوا لنا اي شيء بدهم اياه بالكومنتات وصفحه الفيسبوك. وصفحه الفيسبوك برنامج بيت الالوان تطلع طول الصفحه. اكيد اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. لا عاد ماكو سبسكرايب، ان شاء الله نفتح انا شانل باليوتيوب ونسوي ان شاء الله سبسكرايب. فمثل ما قلتي انا همين اعيد عليكم جمهورنا العزيز، وان شاء الله استمتعتوا بالعيد وجمعتوا عيديات خوش عيديات. طبعا حابه بالبدايه مثل ما قالت ملوكه تحدثني تحدي قبل البرنامج، يعني بضع دقائق قالت لي خلينا نبدل ادوار، انه اني احكي اردني وهي تحكي عراقي. فخلينا نشوف الحكي مال ملاك. انا متعوده احكي اردني بالنسبه لي، بس خلينا نشوف ملاك. وقالت اللي يغلط خلاص. هلا شوفوا، انا صار لي ساعه قبل البرنامج بحاول اني انا احكي، اسمع من المخرج، اسمع من المصور، هيك اضبطكم كلمه، يعني احاول اني انا اجمع شيء عراقي. بس اريد يعني انت تعرفين تحكين اردني؟ لا اكيد انا بعرف احكي اردني، بس انت يا ترى بتعرفي تحكي عراقي؟ ايه اكيد بعرف احكي عراقي. طب احكي لنا كم كلمه علميني، لاني انا ما بعرف عراقي. شكو ماكو ايش يعني شكو ماكو؟ يعني شوفي ما في. شوفي ما في. طب ايش في كمان كلمات؟ يعني انا بعتقد انه انا اللي فزت بهذا التحدي والانسحاب. ايه طيب كيف اخوك ليطيح؟ من مين عم بتغشي؟ من مين عم بتغشي؟ مخرجاتي لمشاهدينا الاعزاء. كيف اخوك ليطيح؟ يعني شوفي بناك، انا احسن لك خليكي على الاردني وخليني انا ارجع للعراقي. عادي خلينا مش مشكله، صح عادي نجرب ونعمل يعني هيك. زين انا شوفي راح اخليك تتدربين على العراقي الحلقة الجاية، أرد أشوف ملاك وأنا أتحداها من هاي الحلقة للحلقة الجاية من بداية الحلقة تبلشها عراقي. خلاص موافقة. أوكي تمام، يلا عاد خلينا نشوف ملاك ايش راح يطلع وياها بالحلقة الجاية. متحمسة؟ إن شاء الله طبعا متحمسة أكيد. أوكي طبعا خلينا نحكي شوية بالبداية عن العيد قبل ما نبلش موضوع الحلقة. شو رأيك؟ قبل ما نحكي عن العيد شكو؟ كم جمعتي عيدية؟ لا خليها اسرار. لا احكي. طبعا بس تحكي لنا بالعراقي مش بالاردن. هاي لا انا بصراحه عايشه بالاردن، فحتى العيديه بالاردن مجمعتها. فملاك طبعا انا بحلقه ظهيره العيد، يا هو الضيف اللي يجي اساله ايش قد جمعت عيديه؟ بس اساله كم جمعت عيديه؟ ما يجاوبوني، كلهم ما يجاوبوني، وملاك هم جاوبتي يعني بضع شيء شويونه، بس انا الوحيده جاوبت، فاني هسه هاي الحلقه ما جاوبتي جاوبيني. كم جمعت عيدية؟ اللي يحب يشوف انا قد جمعت يروح الحلقات ظاهرة يعني تقريبا 200 دينار، اللي هو ما بعرف الصراحة قديش في العراق. ملاك حبيبتي صديقتي اريد عزومة، يمكن اريد عزومة بعدين هي ايه عدوني وعدتينا انت انه تعزمينا على السينما بالعيد. مين اطلع برا؟ يلا مو مشكلة، احنا راح ننسى العزيمة مالتش ونتغاضى عنها، لان احنا دائما نسامح كريم تعرفين. بعدين الكسح بس 200 دينار يا ملاك، وبدا يهلك بينا 200. يعني ايش قد راح نكلفك؟ طيب انت قد ايش جمعتي احكي لنا؟ سر اني ما لا بدي تحكي لنا. انا اقل منك نص ال 200.
يعني انا اكثر. اصلا عادي يعني اعني. انا شو حكيت لك؟ شو كنا نحكي في ظهيره العيد؟ انه كل ما البنت كبرت كل ما زادت عيديتها. وانا ايش قلت لك بظهيره يعني العيد؟ قلت لك اني هاي الشغله اضايق منها واضوج منها، لانه اختي تاخذ عيديه اكبر اكبر مني واكثر مني، لانه هي الاكبر. اكيد طبعا. زين مراك، بما انك يعني انا جمعت نص العيديه مالتك، فيعني ايش تحبي اعزمك؟ احكي 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 عاد، روح احنا على اللايف واحنا على الهواء، مو مشكله احكي احكي شو بدك من الاخر. ايش بدك يعني انت تعرفين هذا ايش احب؟ اكو شيء احبه يعني بالحياه؟ شنو؟ ماكدونالدز. عشاق الماكدونالدز من يعني خلص بلا همك. ترى خففت صحيح؟ مبين انك خففتي واضح كثير من الانستغرام. زين قولي لي سويتي بالعيد؟ اول يوم طبعا دائما الناس اول يوم ما بيطلعوا فيه، بيضلوا قاعدين بيستقبلوا الزوار اللي بدهم يجوهم، خاصه انه احنا مثلا البنات مو كثير بنطلع في اول يوم. بيجوا مثلا اخوالي، عمامي، بيجوا اخوال امي، القرايب دائما بيجوا، بنقدم لهم طبعا اكيد حلويات العيد والقهوه الساده. بس تقدم لهم لهم انا بقدمني حلويات بس. هي ما بقدم، ما اجيت زرتيني في العيد لازم احكي يعني لازم. انا كنت وياك ساعتين بالحلقات مال العيد، ما عرفت تجيبي لي حلو؟ حتى لو لازم تيجي تزوريني في بيتي، احنا جنب بعض ساكنين. خلاص والله اذا هيك حقك علي يا ملاك. بعدين اتصلت فيكي اول يوم العيد وحكيت لك تعالي كلي ماكدونالدز، كنت طالعه. اتصلت فيي اول يوم العيد واني كنت يعني بمكان معين طالعه ويا اهلي، فكان دق علي يلا يا من انت عادي اكلي وياي. قلت له هسه ذكرتيني يلا. بس مو مشكلة والله ملاك يعني على راسي واحبها وخلاص ان شاء الله تعزمني ورا الحلقة. شو رايك؟ ولا يهمك اكيد منن يعني انت عارف انه احنا يعني في بالنا. ايش سويت؟ يعني طبعا بالعيد يعني اللي يقولون ممكن اول يوم احنا خلينا احنا باول يوم احكي لي عن اول يوم. شو تمام يعني اكيد اول شيء رحت صلاة العيد، صلاة العيد والتكبيرات مال الجوامع شيء جدا حلو وشعور كلش رائع انك تروحين لصلاة العيد. بعدها اكيد رجعنا ويا الاقارب ويا الاصحاب اخذنا عيديات، ولو كنت بالعراق بصراحه كان جمعت اكثر لانه كلهم اهلي، اوجه لهم تحيه اللي بالعراق وايضا اللي بمعظم الدول العربيه الأوروبية أيضا المختلفة، وين ما كانوا أوجه لهم تحية. ويعني آخر شيء يعني مثل ما تعرفين باقي الأيام قضيناها أيضا ويا الأهل والأصدقاء وبتجميع العيدية. أكيد منن يعني أهم شيء العيدية. طيب منن رح إحنا نكمل عن ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد، بس خلينا نطلع فاصل صغير وراح نرجع لكم، خليكم معنا. نطل عليكم من جديد حبايبنا الحلوين، واكيد شفنا بهذا الفيديو كليب مشاكسات الاطفال وشون لعبهم ومرحهم، واحنا دائما نعرف انه بالعيد دائما هم الاطفال فرحه العيد ومشاكساتهم ومرحهم، واحيانا بصراحه الاحظ انه تصير بعض المشاكل بين الاطفال طبعا، او مثلا سرقه، والله انا غرت من ابن عمي رحت اخذت فلوسه، تصير اشياء او مثلا يعني اخين بيكون واحد اكبر منه يعني اكبر من الثاني بشوي، الاول بياخذ عيديه اكثر من الثاني، فبصير الثاني انه ليش اخوي مثلا اخذ عيديه اكثر مني، او بصير بده لا انا بدي مثل اخوي عيديه، يعني ما بصير هو يكون اكثر مني وانا اقل منه. صحيح. يعني ما بفهموا الصراحه، هم صغار يعني فبدهم مثل بعض، وخصوصا هم حلو بهم انه لعبهم ومرحهم، الا انه احنا بعض الاحيان نقول ازعاج، الا انه دائما لاحظ اذا كان البيت هدوء نفتقد الاطفال، نفتقد روحهم، نفتقد حيويتهم بالبيت، وشون يمرحون، شلون يلعبون، شلون يسوون لنا استعراضات حلوه بالعيد. مثلا ممكن اي طفل موهوب يحب يغني، صح ممكن احيانا ترتبط شويه بالازعاج، الا انه احنا نحب جوهم المرح، ودائما يعني احنا لازم نعرف شلون نتعامل مع هذول الأطفال وشان نعلمهم ونربيهم على الطريقة الصحيحة. وإحنا دائما ببرنامجنا بيت الألوان نحكي عن هذا الموضوع، فأنت برأيك ملوكة شان ممكن إنه إحنا نعلم الأطفال مثلا عن السرقة بالعيد؟ ممكن لاحظ هواي طبعا منلاقي يعني كثير لازم يكون في توعيه من الام طبعا والاب، هم يوعوا اولادهم ويوعوا يعني الاطفال، خاصه انه الطفل كل ما كان بعمر صغير كل ما تعلم اسرع، يعني مثلا كل ما كان بعمر صغير وانا علمته على هذا الشيء بينشا على هذا الشيء، اما مثلا بدي اجي اعلمه على كبر صار عمره مثلا 7 سنين 8 سنين اجي اعلمه، الصراحه هون رح الاقي مشكله، اما لما يكون عمره 4 سنين 3 سنين هون لما اشوف غلط انا لازم يعني ادبه عليه مثلا ابهدي
يعزله، امنعه من اشياء بحبها، هيك هو الطفل بتعلم بنشأ على هذا الشيء لما يكبر. ودائما نقول التعليم في الصغر كنقش على الحجر، فدائما احنا نلاحظ اطفالنا الحلوين انه كل ما مثل ما قلتي كل ما علمناهم وهم صغار يعني يبداون يكبرون على هذا الشيء وينمون على هذا الشيء ويتحلون بالاخلاق الحميده الفاضله، وهو هذا الشيء المطلوب. فدائما يعني من هو صغير يبلش، يعني احنا مو نقول انه سن الرشد وان ما يعرف الصح من الخطا، ولكن لاحظ ان الطفل مثلا نعرف انه الحلويات قبل ما يصير موعد الاكل وموعد تناول هاي الحلويات احنا مثلا نضربه على ايده ضربه خفيفه او نقول له لا، فهو يصير بعد يعرف ويتعلم انه يجي يردي من ايده يتذكر فيبطل، فيعرف ان هاي الشغله خاطئه، انا لازم اكل شويه شويه، لازم اكل ويا اهلي. خصوصا لاحظ انه كثير نوزع حلويات بالعيد، فهذا شيء معروف عند الكل، والاطفال دائما يحبون ياكلون الحلويات ويلغمطون نفسهم، واحيانا تتوسخ لبسه العيد، فدائما لازم نحافظ عليها. على سيره شوكولاته العيد يا جماعه، صحينا الصبح بنلاقي اختي جود عمرها سنتين تركين احنا الشوكولاته برا، فمع الحر الشوكولاته شوي ساحت اوكي، فلقيناها فاتحه الشوكولاته وبتدهن ايديها مثل الكريم بتغسلها ويعني وبتاكل. صحينا المنظر طبعا البيت كلياته شوكولاته، عباره عن بيت شوكولاته، ملابسها يعني منظرها ايديها كلياته شوكولاته، فما بفهموا يعني لحظه غفله عنها لمده يمكن خمس دقائق او اقل لاحظنا انه سببت هذا الدمار الشامل، فيعني هو شيء يعني كلش صعب انه نتعامل معه. لازم احنا يكون في دائما عندنا توعيه، لازم يكون في عندنا دائما انتباه وتركيز على ابنائنا، يعني هم اطفال ما بتعرفوا شو بيعملوا وجوهلا يعني، فما بنعرف، لازم يكون دائما في توعيه. منن شو رايك ننتقل للفقره الثانيه؟ يلا ننتقل لها. زين تعرفين شنو هي الفقره؟ احكي لنا عنها. طبعا هي هاي الفقره فقره التحدي بيناتنا، تحديات اعتقد هي فقره 30 ثانيه، صحيح مخرجنا؟ زين هسه يا مخرجنا راح نطلب منك انه تحط لنا تايمر 30 ثانيه. طبعا هاي الفقره انا مجهزتها الملاك ومجهزت لها شويه كم سؤال. طبعا انا مو مجهزه الصراحه اسئله، يعني انا راح اسالها على البركه، بس هي مجهزت لي اسئله، يعني هي نويالي على نيه بس ثلاثه بس اكيد راح يكون عندك. تخيلي طيب، فاحنا بعد ما انتهينا من موضوع الحلقه هسه احنا فقره التحدي. التايمر جاهز مخرجنا؟ جاهز بقى. اوكي هسه ملاك راح اطلب منك انه اول شيء نشرح لهم شو اللعبه ولا لا؟ راح يفهموها من ماشي، او خلينا بسرعه انه اللعبه هي راح اطلب من ملاك تذكر كم شغله او عدد معين من الشغلات متعلق بشيء ما او يبدا بحرف ما، فهي لازم تذكرها باقل من 30 ثانيه، واذا خلص الوقت تخسر، ونشوف انه راح يجمع نقاط اكثر. فنبلش ويا ملاك ويبلش التايمر وياك. نعد لك يا ملوكه، اريد تذكريني اكيد اتصلوا فينا صحيح ويعني غششوني اوكي. اربع اشياء يتعلق بالعيد. كعك العيد، القهوه الساده، ملابس العيد، وزينه العيد. خلاص زين، العيديه خمسه. اعطيني بونص نقطه الملاك. يلا داري يعني جبتيها والله ما توقعت. اعطيني ثلاث اشياء بتعلقوا في هذا المصطلح. بيت الالوان. ملاك منن فقرات التحدي. انا سريعه شفتي انا بسرعه. زين مخرج في عندنا زقفه. يا راس خلي قبل الزقفه انا اريد اتحداك هسه اسرع بشغله اقوى. اعطيني خمس اشياء تبدا بحرف الباء. بطاطا، بطيخ، بصل، شكلها على كده باذنجان، باب. لا لا ترى ما ادري، التحدي لازم يصير اصعب يمكن. يلا لانه انت اللي تعرفين. يلا اعطيني خمس اشياء بتعلقوا في المنزل. شرباية، غرفة نوم، خزانة، او كنتور. بسرعة 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 بسرعة. غرفة قاعدة، صالون، غرفة ضيوف. متألق منا متألق صحيح؟ الله عليك يا أنا متألق صراحة، في تنافس قوي بيني وبينك. يلا لا حد يقول هسه غرور، ترى كله مزح وجو والله كله مزح وضحك. اوكي اعطيني هسه ثمان ألوان. ايش؟ ثمانية. أحمر، أخضر، أصفر، بنفسجي، برتقالي، حمري، فوشي. ما يصير عندنا اتصال. اوكي يلا اتصال، خلينا
نقول الو. مرحبا. الو مرحبا، من ويانا؟ من ويانا؟ الو مرحبا. الو مرحبا. شيماء علي صوتك اذا سمحتي حتى نسمعك. وعليكم السلام حبيبتي شيماء، كل عام وانتي بخير. الو، احنا عم نسمعك شيماء، بس يا ريت توطي او تنصي صوت التلفزيون، تسمعينا فقط من التليفون. شيماء، يا شيماء. نعم مبارك. علينا وعليكي حبيبتي. شيماء شلونك؟ شلون الاجواء عندك؟ دا يوصلها متأخر، هي قريبة من التلفزيون، دا تسمعنا من التلفزيون. شيماء يا ريت تروحي على غرفة تانية تبتعدي شوي عن التلفزيون أو تنصي صوت التلفزيون. يلا يا شيماء دا ننتظرك. شيماء الاتصال يا شيماء. الاتصال. أنا جمعت سبعة لا بس خلص التايمر. لا خلص التايمر مخرج؟ ايه. من الفايز؟ لا ابو خرج ما خلصت. تردين تطيني؟ يلا اعطيني تحدي اذا تردين. ها لما الالوان حكيتهم خلص التايمر؟ خلص التايمر لا تناقشينا. هلاك حكيت سبعه بلا اي كان المفروض ثمانيه. ثمانيه صح ولا يلا يلا ملاك خلص عادي مش مشكله. خسرتي لو تطيني. لا بدي اعطيكي. يلا اعطيني اشي بتعلق في حديقة الملاهي. ملاهي. لا والله استني كم شيء؟ خمسة. خمسة ملاهي. لا شو ملاهي؟ ما هو إذا بحكي حديقة الملاهي. ألعاب. ألعاب أطفال، أعشاب، زهور، مرجيحة. لا حقت ألعاب هذه حقت إنه أساس المرجيحة مش من ضمن الألعاب. مرجيحة وزحليقة. شو الرأي؟ خلاص يعني هي اللي فازت. زقف الحالة. برافو منان، شكرا. برافو منان. ملاكي ايش رايك بهذا التحدي؟ كثير حلو، عجبني صراحه التحدي، وهيك بتنمي الافكار. بحس يعني انه عن جد لما تحكي لي هيك بصير في سرعه بديهه وفي سرعه اني انا افكر شو بدي اجاوبك. صحيح. او حتى افكر شو بدي اعطيك. بالضبط. فهذا التحدي ممكن اصدقائنا الحلوين يلعبوه ويا اقاربهم ويا اصدقائهم ويا جيرانهم ايضا. هي مثل ما قلتي تصير عندهم سرعه بالاجابه، سرعه بالتفكير، توسع بالتفكير، او ممكن حتى هاي ممكن نسميها نوع من انواع الثقافه، ان هم يتعلمون الاشياء ويجاوبون عليها بسرعه. فهاي شغله كلش تفيدهم. فهذا التحدي حلو سريع حبينا نسويه اني وملاك لكم جمهورنا العزيز. واتصلوا بينا واحكوا لنا شو رايكم بهذا التحدي. اما الان خلينا نروح فاصل، يلا وراها نرجع ونواصل ويا برنامجنا الحلو اللي يتميز بمتابعينا الحلوين بيت الالوان. ورجعنا لكم من جديد حبايبنا الحلوين. طبعا شفت هذا الفيديو اني وملوكة وكلش حبيناه وتونسنا به، لان لاحظنا انه صنعنا من الطعام اشكال حلوة وغريبة، وايضا تشجع مثل ما نقول الاطفال الصغار. لاحظوا العديد من الاطفال اللي ما يحبون ياكلون يبتعدون عن الغذاء الصحي. فمن هذا الفيديو تعلمنا شلون ممكن احنا نخلي لهم الاطباق باشكال حلوة تجذبهم. خاصة انه البيض انا كثير لفت نظري. اول فقرة من الفيديو كان البيض كيف بيعملوا فيه اشكال. كثير من شاهد البيض طبعا فيه كثير من البروتينات. كثير من شاهد من الاطفال ما بيحبوا البيض او ما بيستسيغوه او ما بيحبوا انهم ياكلوه، فكيف عمل فيه شكل ديك؟ فاحنا هيك مثلا يلا ماما كل انفه كل عينه، هلا بدك تاكل جسمه مثلا، هيك احنا بنشجع الطفل على انه ياكل بطريقه حلوه وبطريقه سلسه وبطريقه حبيت البومه جميلة. التفاح اللي مسويها طبعا هواي لاحظ اشخاص ايضا ما يحبون التفاح، الخضروات الفواكه ما يحبوها بشكل عام. فحبيت البومه عشان مسويتها. اول شيء توقعت اني ملاك بس انه وجه، فوراها لاحظنا انه جسم كامل. فهذا ايضا يعني شيء حلو مو بس للاطفال، ممكن قدمه لما نصير عندنا عزومه يجون الاشخاص ايضا نعتبرها فيك تطلع للاشخاص ويعجبون بها. او مثلا حتى بالتصوير، حتى بالتصوير حلوه مينا. وكمان حتى مثلا لما بدنا نحط مثلا جات فواكه حلو يكون في مثلا شكلين متغيرين عن جات الفواكه مثلا اللي انا حطيته او عن الاشياء اللي انا بدي اقدمها. خصوصا نلاحظ ان العديد من الاشخاص يصور
يصورون سناب شات، مواقع التواصل الاجتماعي دائما فيصورون الاكل، وبصراحه اني منهم، فلما يصوروه بطريقه هاي حلوه اكيد راح تجذب الناس لهم، ومثل ما يقولون تزيد اللايكات، فهي شغله كلش حلوه. هسه ملوكه من هذا الحديث خلينا ننتقل لفقره ثانيه، شو رايك؟ هي فقره انا بحبها كثير، وبحب اني انا يعني احكيها مع منان لانه بتعلم منها اشياء الصراحه، او العاب هي، انا هي حكيت الفقره العاب هي موجوده عندنا بس انا ما بعرف اسمها في يعني لهجه منان وفي العراق، فعن جد انا بتعلمها من منان، وحتى منان مثلا احيانا ما بتكون عارفه اسم اللعبه باللهجه الاردنيه فبتعرفها من اللهجه. اكيد ملوكه، طبعا هي هاي اللعبه الشعبيه، الالعاب الشعبيه اصلا هي كانت من فقراتنا الاولى في برنامج بيت الألوان، والآن حبينا نرجعها لطلب الجمهور عليها، وأصلاً إحنا نحبها ونحب نحكي عنها. فأني بالبداية حابة أبلش بالأناشيد اللي دائماً ينشدوها الأطفال، مثلاً هي لا يا رمانة شدة يا ورد، طبعاً هي تكون عبارة عن حلقات تقوم الفتيات بالغالب إنه يدورون بهاي الحلقة ويبلشون يغنون شدة يا ورد. إيش بتغنوا أنتو؟ احنا نغني مثلا شده يا ورد شده، من هي الورد شده، ملوك الورد شده، والى اخره. احنا نغنيها فتحي يا ورده غمضي يا ورده. هاي شكله بكله. انا طبعا لانه لعب هاي الالعاب بالاردن ويا صديقاتي بالمدرسه تعرفي شو اعرفهم زين. ملوك ايضا مثل ما نعرف اكو العاب ثانيه احنا طبعا بدنا نحكي عنهم بشكل سريع لانه حابين نتناول اكثر من لعبه، فمثلا الركيضان والختيلان دائما العاب نلعبها ولا الان مستمره ولا الان يلعبوها الاطفال. الركيضان الركيضان انه السباق، او ممكن تكون الزقيطة عندكم. الزقيطة اللي هي واحد بلحق في الثاني، شو المصطلح هذا مش عارفه انا يعني. ركضان يعني ركضان يعني ركضان لما نحكي من الركض، بس احنا زقيطة ايش في يعني يا جماعه؟ الغميضة ايضا اللي هي انه يختل احد الاشخاص، او ممكن يلعبوها مجموعه، فاحد الاشخاص يروح ويغمض عينه ويظل يعد مثلا من واحد للعشره، والباقي يختلون او يتخبون مثل ما تقولون انتم، وعاد يبلشون يدورون عليهم وهكذا. فشو رايك نروح نشاهد اغنيه تتناول هذا الموضوع والالعاب الشعبيه والاغاني الشعبيه؟ اعزائي المشاهدين خلينا نروح نشوف الاغنيه اللي حكت عنها منن، وراها نرجع لكم، خليكم معنا. من جديد حبايبنا الحلوين ومشاهدينا الصغار والكبار، طبعا من وراء ما شاهدنا هذا الفيديو الحلو اللي يتكلم عن ألعابنا الشعبية وأغاني زمان، طبعا فيديو كلش حلو وفقرة كلش حلوة، بس عندي فقرة أحلى انتقل لها ملوكة. يلا طبعا هاي الفقرة هالمرة أيضا رح نعيد تدوير الأشياء ولكن بالمناشف، او مثل ما تقولون البشكير. بشكير. فاحنا راح نلاحظ انه مثلا هوايه نلاحظ من الخاولي او المنشفه، نلاحظ انه اشكالهم ممكن تكون مرتبه، او الاطفال يحبون يشاهدون بشكل حلو، او حتى منظر حلو مثلا لما نحطهم، لما يجي عندنا ناس لما نحطهم مثلا في التواليت كثير بيكونوا منظر حلو وبيعملوا كثير حركه، يعني انا صراحه بشدون كثير بلفتوا نظري، حتى توفير المكان هيك حلو. توفير للمكان، او توفير للمكان بالضبط. يعني احنا لما نلاحظ ان البشكير او الخاولة محطوطة بشكل عادي ومعتاد، فاحنا نلاحظ انه ممكن ياخذ مساحة كبيرة، انه احنا الان نشوف الخاولي اللي احنا ما نحتاجه، ممكن نعيد تدويره بصنع شكل معين حلو، فايضا يعني هذا الشيء يجذب الناس وايضا يحط ديكور حلو بالبيت. حلو ديكور حلو. انا تحمست اشوف الفقرة، شو رايك؟ يلا نروح نشوفها وراها نرجع لكم. اوكي، ورجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفيديو، صراحة كان فيديو كتير ممتع وكتير مشوق، إيش مالي في الألم؟ ما علينا، المهم هلأ عندنا فقرة كتير حلوة، إحنا دائما إذا حدوا بتشوفونا عم نعمل تحديات دائما في الأكل، فاليوم حبينا إنه نغير شوي ونعمل تحدي في الرسم، هلأ رح نشوف فيديو رسمة. أكيد. ورح نقلد إحنا هاي الرسمة ونرسمها على الأوراق ونشوف مين أحلى. ونشوف مين أحلى. يعني يا رسمت أحلى هو رح يفوز. وأنت اللي رح تحكم. والشباب أيضاً يحكم. أكيد الشباب والمخرج وكله، عم أبو درة هو كمان رح يحكم علينا. شو رأيك نشوف الفيديو؟ يلا خلينا نشوف الفيديو مع بعض وراها نرجع لكم، خليكم معنا.
رجعنا لكم من بعد ما شاهدنا هاي الرسمة الحلوة وهذا الفيديو، ويعني ما عندنا أي توقعات أني ملاك شنو اللي راح يصير وش راح نرسم. بس خليني بالبداية أقول لكم إحنا شو راح نستخدم. طبعا عندنا أول شيء راح نرسم بأقلام رصاص على متذخر بطنة، يعني عندنا مساحة راح نمسح بيها مثل ما تشاهدون. بالنسبة لنا راح نستخدم ألوان خشب، فهاي عندنا مجموعة من الألوان الخشبية، وأكو ناس مثلا ممكن يحبون يستخدمون الألوان المائية، بس إحنا اليوم راح نستخدم الخشبية بما أن إحنا مبتدئين وتحدي. مبتدئين يعني وتحدي هو. يعني ممكن أرسم بس بصراحة. وإن هون اللي إيش اسمه؟ مقطاطة. مقطاطة من نبري فيها أو من مقطط فيها. هاي جديدة من مقطط، هاشتاج المقطط لازم نبري فيها الألم إذا هو نقط بيها، نقط بيها الألم إذا عافية ملاك نقط بيها. يلا هسا احنا المفروض حاضرين واحد. طبعا ملاك لحظة ستوب، في تايمر كانت تريد تغش وميوزك 3 دقائق عندنا تايمر. يلا يلا 1 2 3 ابتدي. اوكي طبعا بس احب احكي لكم اني دا ارسم، ملاك طبعا كانت حابه تغش بس اني منعتها. ما ترد عليها بدي عليها حرام نحلف على كل شيء. طبعا هسه ملاك كانت تريد تغش بس اني ما خليتها، كانت تريد ترسم الرسمه وهي لسه العبط بالفيديو. طبعا هي ممكن تكون شغله صعبه، انا متعوده ارسم اذا بس كانت انا متعوده ارسم يعني ابدا ابدا. انا ما بحب الرسم، اعرف ارسم اذا بصحت. وانا كم مره مسحت ورميتها يعني ما بحب. انت تمسحي ملاك صايدي، ربما يطلع شيء حلو. ربما ربما عسى ولعل. اوكي زين، فهسه انا راح ابلش رسمت راسها. شوفوا هذا الراس مالتها. هاي اوكي. طبعا يمكن هي ما مبينه شويه لانه قلم رصاص، فما مطوختها اني بعدني. نعم هسه دا ارسم الجسم، خلينا شويه تبين رسمه مدوكه بعد شويه عن نفس الالوان، خلينا نشوف الابداع قد يصير ويا ملاك. اني دا ارسم الجسم طبعا، يعني اقدروني والله يعني لا يبدا ارسمها عن الرسمه المفروض اعيد ريشو. يلا خلينا نشوف ايش راح يطلع ويانا. لحظه الصمت انا وملاك. ما تغشين مني. انا اغش منك؟ ايه خلاص اغش منك. اتهمني بالغش يا جماعه، هل ترضوها؟ شوفوا طبعا هسه دا احاول اسوي دام مال هلو كيكي. طبعا هلو كيكي انا احبها هواية بصراحة من زمان، وانا صغير احب اتابع. اوكي ملاك ولا صوتي رضا خلاص ملاك عيبو هلو كيكي جداتي ملاك. ايه هلو كيكي مصر ما تفهمين. انا ما افتهم بالهلو كيكي. بس الجمهور والمخرج قالوا هو يقيمنا ورا الحلقة وراح يشوف. ما اكثر راح نلونها، لان احنا لاحظنا انه هي ما ملونه، بس انا بالنسبه لي الونها مالتي. انت راح تلوني مالتي؟ ايه ترشين مني. انا متحمسه. متحمسه؟ وعيا لو شويه. ها؟ ايه شويه؟ ايه لاحظوا زين الفرق بين رسمتي ورسمه ملاك. لاحظ انه ملاك هي اللي راح تفوز. لا اكيد لاحظ منها انه راح تفوز. اوكي انا ارسم العين. ها بصراحه ما اتذكر اذا هي كان لها حلق او لا. ما تغش مني. ما اغش منك اصلا عادي. لو كيكي حطها الموش شوية. اوكي اذا انت اوكي يمكن رسمتي مبالغ بيها مخرجة. عادي امكانك انك تمسحي. لا ترى انا لا انا ما احب اعيد من اول مرة اساسا.
إلها تم كان ولا ملهاش؟ ما أدري والله سمي ثابت بحالك أنت عاد ما أدري كيفك يلا نستخدمي الألوان صراحه لونين إيه يلا ما اختارت اللون ده أختار هذا هذا إيش لون أسود جرب. إيه هاي كذا عدد أوراق زيادة باقينا 30 ثانية بسرعة يعني هذا كيتي ماتي راح تكون وردية اوكي بسرعة 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 لأن دا أتحكم طبعا تقدرون تتحكمون باللون إذا تريدوا فاتح ما تشدون شوية على إيدكم عن جد؟ فكرت العكس معلش ثاني أنا تعرفين خبيرة جدا بالرش فتعطي نصائح دوني بسرعة لا خلاص لحظة 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 مخرج خلاص ستوب ستوب ليه ايش طلع فيات اوكي ده تبين ما اعتقد هذا تبين لاحظ طبعا رسمت ولكن تخبل من شو كنت كانت زرقاء انت رسمتك كثير حلوة جد تخبل بعدين هو حلو يلا مو مشكلة يلا مش مشكلة عادي نحن تعلمنا هيك ورجعنا الطفولة صراحة أنا صار زمان ما رسمت يعني من وأنا أصغر منك ما رسمت صحيح بس هلا استعدت طفولتي ورسمت بالضبط استمتعنا جدا بهاي الفقرة وبهاي الحلقة وياكم مشاهدينا الأعزاء طبعا ناني بالنهاية أحب أقول لكم إنه تابعونا دائما تواصلوا ويانا دائما ناني أحبكم كلش هواية تابعوني كل خميس وخليكم وياي وأني فزت أوكي مش مشكلة أعزائي المشاهدين شاهدونا إن شاء الله في الخميس القادم مني أنا زميلتكم ملاك الطريرة أجمل تحياتي وإلى اللقاء مني ومن الهيلو كاتي تبعتني باي باي, باي. باي.